فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لنا أن ندعو الكفار وأهل البدع بأسلوب جميل إذا كان هذا يؤثر فيهم، أم يكون هذا داخلا في الولاء والبراء؟ لا لا، الدعوة ما هي داخلة في الولاء والبراء، الدعوة نصيحة، من باب النصيحة، أن تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم.